أختم معك أستاذ بهاء محمود، هل بتقديرك ما حصل في أوكرانيا ويحصل حاليا والضربات التي تلقتها روسيا على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السياسي يقدم درسا بليغا للصين في عدم الإقدام على غزو تايوان؟ لا، في اعتقادي المقارنة غير سليمة، لأنه أولا الحرب لم تنتهي في بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي الحديث على انه في دروس الان نستطيع اخذها غير صحيح. احنا نتحدث عن انقسام غربي او انقسام اوروبي حقيقي موجود على فكره العقوبات الاقتصاديه على روسيا، وان هناك حسب التقارير الالمانيه ذاتها وان هناك خسائر كبيره لالمانيا تتعرض عليها، قد تصل ل يعني تكدس الاقتصاد الالماني وانهيار في وقت من الاوقات في ظل هذه الحرب المستمره. نحن نتحدث عن ازمات اخرى تقودها دوله زي المجر تدافع عن عدم وجود عقوبات على روسيا. وبالتالي نتحدث ايضا عن استسلام وجود اوكران في مصنع ذو. كل هذه المشاهد تقول اولا انه لا يجب التسرع ونحكم على ان هناك هزائم روسيا، لا يوجد حسم في المعركه، فكيف نحكم على هزيمه روسيا؟ ده من جانب. من جانب اخر لا، نحن لا نقول بان روسيا